بالنتيجة. يعني هل هذا حقيقة الأعمال التي حتى يقول الأمة الصالح إذا حد إنه يلعب ونزل والده يقوم والده بتطبيق والده يعني من أجل أن يغيظ والده هذا إلى تدبره مفروض ليبني بالطابع ليش يقنعه هذه الآلة المطلوب من الله أن يقنع ابنه أنه يعني لا يجوز له أن يذهب إلى المرأة يعطيه مكافأة إنه إذا ما بتروح تلعب مثلا أنا بعطيك كذا وكذا بأخذك معايا بعدين يعني لما ينصح ابنه بطريقة يعني علمية أو يقنع الابن لا يمكن الابن ينزل ويقبل والده مرة ثانية أما الآن كل ما بده يعمل شغلة يقول له أما الثانية والولد لا يمكن أن يقنع من والده لأنه بيعرف أن والده دائما بيقول الكلام هذا وممكن ينفذ وممكن ما ينفذوش لذلك بنقول له عليك أن لا تلجأ إلى هذا الأسلوب بدي انصحك انك ما تروح على الملعب لان الملعب بيشقق ثيابك الملعب ممكن يوقع حتى هو بيطلع الان